أخوها شافه مرتاحش وحذرها منه وقال لها تبعد عنه وما تعرفوش تاني. نفضت لأي حاجة تقالت عليه لحد لما اتجوزته وفازت بقلبه وقعت في حبه من أول نظرة وهي لسه عيلة صغيرة. سقطت علشانه سنة في الدراسة وخطبها في آخر سنة قبل ما يتخرجوا. قصة حبهم أغرب من الخيال وهي أول واحدة يتعرف عليها في حياته. أسرار وخبايا قصة حب الفنانة داليا مصطفى وجوزها شريف سلامة. خفايا وكواليس قصة حبهم اللي محدش يعرف عنها حاجة وليه أخوها حذرها منه. يا ترى عملت إيه أول لما شافته معاها في المعهد وإيه السبب اللي خلاها تسقط علشانه؟ يلا بينا نسمع كل التفاصيل كاملة في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا الحكاية للنهاية. قصة حب الفنان شريف سلامة ومراته الفنانة داليا مصطفى أغرب من الخيال. قصة كده لما تسمعها تحس إنك بتتفرج على فيلم رومانسي من بتوع الزمن الجميل، أو مثلاً مسلسل تركي من بتاع الأيام دي. أصل مين يصدق علشان نظرة ما بين عيال في المدرسة يتجوزوا ويخلفوا؟ القصة بدأت لما شريف سلامة ما كانش بيحب يروح مدرسته خالص، ولما أخته الفنانة منال سلامة عرفت قررت إنها تنقله مدرسة تانية في الهرم علشان يلتزم ويروح يشوف بقى مستقبله بدل ما هو مقضيها مع صحابه ومش مهتم خالص بالدراسة. ولما اتنقل المدرسة الجديدة بقى اتعرف على واحد اسمه حسن مصطفى، وده كان طالب شاطر جدا وأخلاقه عالية، ويوم ورا التاني بقوا أصحاب أنتيم قوي ورايحين جايين مع بعض. في يوم قرر أهل حسن اللي هو أخو نجمتنا المحبوبة داليا مصطفى يروحوا المدرسة يجيبوه، فراحت الهانم داليا مع أمها وأبوها، وكان ده يوم السعد والهنا. أصلهم لما وصلوا لقيوه واقف مع صاحبه شريف، وداليا وقتها وقفت بعيدة عنهم وبصت لشريف وهو كمان بصلها، وجت عينيهم في عينين بعض وحسوا إحساس غريب، الفاس وقعت في الراس. انتهى الموقف على كده بالنسبة لشريف، إنما داليا إزاي؟ دي أول ما وصلت بيتهم سألت أخوها وقالت له مين الولد اللي كان واقف معاك ده؟ فقال لها ده صاحب شريف لسه نائل معانا جديد، وسبحان الله ما يعرفوش إن النظرة دي هتبقى بعد كام سنة سبب في جوازهم. مرت السنين وكبرت داليا ودخلت المعهد العالي للفنون المسرحية وكانت شاطرة جدا، بس من سوء حظها لما كانت بتعمل مسرحية كامتحان عملي ما كانش أدائها حلو فيها، علشان وقتها كانت بتشتغل ومركزة في شغلها أكتر. ولما الدكتورة سميرة محسن شافتها قالت لها تعالي هو مين اللي ادالك الأداء ده؟ دكتور جلال هو اللي ادهولي. فردت عليها داليا بكل براءة وطيبة وقالت لها لا، دكتور جلال ما جاش من أول السنة، بس يا ريتها ما ردت، بس يا ريتها ما ردت. علشان أول لما سمعت الكلمتين دول منها قالت لها طيب يا حبيبتي اقعدي للسنة اللي جاية علشان يديك سقوط على طول، وفعلا عادت السنة. بس ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة، وسقطت علشان تتعرف على نصها الحلو في الحياة وهو شريف سلامة اللي قابلته صدفة وهي بتعيد سنة أولى. وأول لما شافته جريت عليه وقالت له أنا داليا أخت حسن، وهو ما كانش فاكرها، ولما حكيت له اليوم اللي شافوا بعض فيه افتكرها. ولما روحت حكت لأخوها حسن فقال لها ابعدي عنه ده بتاع بنات، بس هي ما سمعتش كلام اخوها وتعرفت عليه اكتر ولقيته مش بتاع بنات وشخص محترم جدا، وهي اول بنت يتعرف عليها في حياته. واكتشفت انه قال لها كده علشان خايف عليها ومش عايزها تعجب بواحد، وفضلوا صحاب لحد لما اكتشفوا انهم بيحبوا بعض في سنه ثالثه اللي سقطت فيها بسببه، علشان هو ما كانش عاوز يتخرج وبيقول لما هتخرج هعمل ايه، فقامت شايله مادتين علشان تبقى معاه، واتخطبوا في سنه رابعه، ولما خلصوا اتجوزوا وهو عايشين في تبات ونبات دلوقتي ومعاهم سلمى وسليم على وش جواز.